السلام عليكم اصدقاء. كنت تركل معليه بيا في فيسبوك كيطلع لي ايمن سيمباي في هذه الحاله. في الاول ما فهمتش البلان كيفاش، ولكن من بعد غادي ندخل للتعاليق والكومونتيرات. خلق الناس كيقولوا على ان ايمن سيمباي لقاو في واحد المنطقه في بن سليمان، لقاو في واحد الحاله انه مريض، بحال شكل مريض نفسي. وهالفيديو كيف ما كتشوفوا دابا بواحد الطريقه مغايره، وديجا اليوتيوبر دوه على ايمن سيمباي وقالوا على انه كيعاني من امراض نفسيه والقناه عنده تحبسات، ومبقاش الفيديوهات اللي كان كيحط قبل ما بقاوش عنده، ما عرفوش شكون محاهم ليه، وكيقولوا على انه يقدر يكون محاهم ليه شي واحد اخر ماشي هو. فهاد هو الفيديو اللي بان فيه مؤخرا ايمن سيمباي. شنو كيبان لكم نتوما؟ كيبان لكم نتوما واش هذا هو ايمن سيمباي نيت هو، ولا غير كيشبه لي شي شبه ديالو؟ فنشوفوا التعليقات ديال الناس اللي قالوا في فيسبوك. فمثلا التعليق ديال هاد خونا شنو قال؟ كلنا عارفين هاد الشاب ايمن سيمباي، يوتيوبر مغربي مشهور ابن مدينه القنيطره. مسكين بحال الا فقد الذاكره ديالو. مهم البارطاج توصل للعائله ديالو، الله يشافيه مسكين. صراحه كان في الاول كيقدم محتوى مزيان، ولكن غير دخل في داك الشيء ديال السحر وكذا الحياه ديالو سالات، الله يشافيه. فكيف ما كتشوف ان المتتبعين ديالو كيقول لك على انه دخل السحر والشعوذه، داك الشيء علاش ولا بحال هكذا. واحد اخر في التعليق قال هو في الصراحه بقى فيا، ولكن بغيت نوضح واحد النقطه. قلتي ما يمكنش السيد كان في صحه جيده ويوصل لهاد الحاله. واش ما كتامنش بقدرات الله سبحانه وتعالى؟ انا كنعرف بنت كانت غايه من الجمال الصراحه يتمناها اي واحد، وكانت داخله سوق راسها، حتى كانت كتحمي فران وحرقت وجهها. رجع مشوه هنا، شنو كنقولوا؟ بان كانت في غايه من الجمال ودابا وصلت لهاد الحاله، وان ما عرفتش كتبها خونا، وان الله قادر انه يغير حياتك ومجراها ما بين الليله وضحاها، سواء كانت مزيانه ولا خايبه. كنتمنى ليه الشفاء العاجل. وانتم شنو كيبان لكم في قصه ديال ايمن سيمباي واش حقيقيه؟ ونتمنوا ليه الشفاء. واذا كنتي اول مره كتشوف فيديوهات ديالي دير لايك واشترك معايا في القناه باش يوصلوك الفيديوهات ديالي. تهلاو الدراري، كان معكم التوفيق.